يقول السائل: عملت عقد إيجار وهمي، ولذلك لأجل أحصل على راتب الضمان الاجتماعي وصرف حساب المواطن، مع العلم بأني محتاج وعاطل عن العمل، فما الحكم؟ أولا، ما يتعلق بالتحيل على الأمور المالية أنها ما تصح ولا يتمكن منها مبتغيها إلا بتوفر الشروط والقيود التي وجبت لها، فيجب الأخذ بذلك، والتحيل على هذه الشروط بإبطالها وأخذ هذه الأشياء المقتضية لها يعتبر عليكم من أكل المال بالباطل. فعلى الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وولي الأمر حينما أعطى هذه المعطيات من بيت المال واشترط لذلك شروط تقتضيها المصلحة ويقتضيها دفع هذه المال إلى من دفعت له، يجب على كل حال يعني التقيد بذلك. وأما أننا نأخذ التحيلات فهذا غلط، ويعتبر تحيلا على مال حق بأمور باطلة للحصول عليه بغير حق.